بالعيد من فرقة تقراولة. تقراولة اللي تأسست في باب الزوار في 1977، هي سي دي زيتيديون طلبة في الرياضيات، وانا دخلت عندهم في 1980 في جوان 80. وكانت عندي اغاني من قبل، خاطر بديت شويه الغناء في كان عندي 16 17 سنه، كان عندي شويه رصيد من الاغاني وديتهم من فرقه تقراوله، ولو اغاني تاع فرقه تقراوله من 80 حتى اليوم رانا هكذاك اونصومبل. ensuite في ليزاني 80 في ليزاني 70 بدات لا شونسون مودرن، الاغنيه العصريه، و سورتو يدير كي بان تم دخل الاغاني تاعو، دخلت في قلبي وحبيته بزاف. وانا سميتو شيخ ديالي سي مون ماتر، يدير سي تي مون ماتر، تعلمت مع عنده بزاف. ذاك الوقت كي نشوف ايدير شفت كيما اليوم يقولوا لي ستار وفي النجوم هكذايا، حنا كنا صغار وتشوف ايدير ديجا فيك فيفي نوفا ولا عملاق، وحتى وين تعرفت عليه هكذا اون بيرسون، تلاقينا بليزيور فوا و دو روبريز، قال لي في الحفله تاعو، وحده في مونتري وحده في ليسون في باري، قال لي ها الجيتارة ودخل غني. انا تعلمت حاجه في الفن هي ليدوكاسيون، التربيه. وي خاطر انا مارست فن ضيف، فن حقيقي اصيل. والفرقه اللي كنت ننتمي اليها فرقه تقراولة، الناس ما شاء الله قاريين، سي دي ماتو خرجوا كاع سي دي انجينيور ماتيماتيك، قاريين بزاف. إن في الداحة في كاين جديد بزاف، راني نخدم فيه في بجاية مع واحد الموسيقار كبير واسمه فريد حرفي، ويدير يهذب مليح لا ميوزيك، يفي دي زارونجمون اكسترا اوردينار، وفيها ستونيات، وبين هاد ستونيات كاين يما في الداحة في يما مشات حفيانة، كاين فيرسيون سيمفونيك خدمها لي فريد حرفي، خرجت شابة بزاف. درنا لها كليب فيها لا كورال، فيها 14 كوريست، وفيها 12 واحد يعزف على آلة الفيولون كونتر باس.